بسم الله الرحمن الرحيم، مع حضراتكم هيثم شرف. هنتكلم بإذن الله في الحلقة دي عن الـ Address Lists and الـ Offline Address Book، احنا بنسميها الـ OAB. طيب تعالى نتعرف على الـ Address List والـ OAB مع بعض. أول حاجة واحد يسألك يعني إيه Address List؟ By default وأنا باجي، تعالى معايا كده للاكتشينج، انا مثلا هعمل لوجن بالاوتلوك ويب اكسس باليوزر اسمه هيثم، وانا اقول نيو، اجي ابعت ميل لناس فاختار الريسيفنت بتوعي. بص بقى يظهر لي في ايه، يظهر لي في لسته اسمها ايه زي ما انت شايف كده، الديفولت جلوبال ادرس ليست. الليسته دي فيها كل الريسيفنت اللي عندي في الاكشينج باختلاف انواعها. طيب تخيل بقى ان انت عندك مثلا 5000 موظف او 5000 ريسيبيانت، هتعمل ايه؟ كلهم هيبانوا تحت حاجه اسمها الديفولت جلوبال ادرس ليست. يبقى الليسته دي جلوبالي شامله او تشمل جميع الريسيبيانت تايبس اللي عندي في الاكشينج. طيب تعالى كده نبص ونتعرف على ايه يعني ايه ادرس ليست. بيقول لك الادرس ليست بتallow persons to browse different recipients in your exchange organization so that you can contact other persons easily. بمعنى انا لما باجي ابعت ميل فبعمل ايه؟ بفتح الاوتوب بتاعي او القوة، اوكي، وسيرش في الليستة دي كلها اللي احنا بنسميها الايه الجلوبال ادرس ليست، عشان اقدر اتعرف على اليوزر اللي انا عايز او اختار اليوزر اللي انا عايز ابعت له ميل. طيب الجلوبال ادرس ليست دي كلها هي دي اللي فيها جميع انواع الريسيبينتس. يبقى الادرس ليست دي الليسته اللي فيها الريسيبينتس اللي انا بختار منها عشان اقدر ابعت ميل للشخص الايه المطلوب. طيب في الاكشينج 2010 بيقول لك there are three different types of address list، عندك ثلاث انواع مختلفه من الادرس ليست، حاجه اسمها الجلوبال ادرس ليست، وحاجه اسمها الكاستم ادرس ليست، وحاجه اسمها الاوفلاين ادرس بوك. تعال نتعرف على ايه دي وعلى ايه دي وعلى ايه دي. اول حاجه الجلوبال ادرس ليست دي اعتبرها كده دي لسته اهو، كولكشن اوف اول ميل انيبلد يوزرز والميل يوزرز والميل كونتاكت والديناميك جروب والميل جروبز والبابليك فولدر وسيستم البوكس. يعني دي الديفولت، ركز معايا كده، الديفولت ليست اللي بيبقى باي ديفولت بتانكلود كل الريسيبيانت تايبس اللي عندي في الاكشينج. طب تعالى كده نروح برضه الاكشينج نبص على حاجه. لو رحت الاكشينج على مستوى الميل بوكس هتلاقي في حاجه اسمها ادرس ليست. دي ايه؟ قال لك في لسته باي ديفولت بتحتوي على كل الكونتاكتس. طب افتحها كده بص عليها، اعمل لها اديت. بيقول لك ان دي لسته اسمها اول كونتاكتس، ماشي، فيها فلتر بيترن، وده الناس اللي هم الكونتاكتس. الفلتر ده بيقول انا بسيرش في كل الاكتف دايركتوري عن الناس اللي هم كونتاكت. نفس القصه في ليست اسمها اول جروبس، دي بتانكلود كل الناس اللي هي ايه جروبس.
نفس القصه الرومز الاول يوزرز الديفولت جلوبال ادرس بص فيها ايه دي بقى اللي احنا بنسميها الجال الجلوبال ادرس ليست دي ثواني كده تفتح معانا لحد ما تفتح بص كده وانا جاي ابعت مسج بلاقي مين هي دي الجال فيها كل الناس فيها ادي الروم ادي جروب ايه تاني ادي الايه الميل يوزر اوكي ادي كونتاكت كل الناس اللي عندك ادي الاكويبمنت يبقى الديفولت جلوبال ادرس ليست اللي هي الديفولت جال دي فيها بتحتوي على كل الناس دي ماشي يبقى تاني الديفولت جلوبال ادريس دي دي فيها ايه دي ليست عندي بتظهر لي لما اجي ابعت ميل سواء من الاوتلوك ويب اكسس او المايكروسوفت اوتلوك بتساعدني ان انا اقدر ابعت ميل للناس ودي بتحتوي على كل الكونتاكتس اللي عندي في الاكشينج كل الجروبس اللي عندي في الاكشينج كل الرومز اللي عندي والاكويبمنت كل اليوزرز كل الناس اوكي يعني لما اجي كده ابعت سواء بالاوتلوك او بال اسمه ده بالاوتلوك ويب اكسس بلاقي ايه الجروب طب بص هنا دي اول رومز هي اول رومز دي هي الرومز دي دي ليست دي ايه ليست ماشي طبعا لو عندك اي ليست تانية بص اول كونتاكتس دي اللي هي ايه في الاكشينج هي دي يبقى هي دي اسمها الادرس ليست وهي دي اسمها الديفولت جلوبال ادرس ليست اللي هي بتحتوي على كل الريسيبينتس اللي عندي في الاكشينج كل ايه الريسيبينتس اللي عندي في الاكشينج طيب يبقى اول حاجه الجلوبال ادرس ليست دي اللي هي احنا بنسميها جال ودي اكبر لستة عندي في الاكشينج اللي هي بتحتوي على كل الريسيبينتس اللي هم حصل لهم كرييشن في الاكشينج اورجانيزيشن طيب في حاجه اسمها كاستم ادرس ليست يعني انت ممكن تعمل كاستمايزيشن لايه لليست صغيره او تعمل بريك داون للجال لاكتر من ليست صغيره خد بالك كده ان الجال اصلا بتحتوي على ايه الجال بتحتوي على ليست صغيره هي دي اللي ايه اللي بتكون الجال اللي هي اول كونتاكتس اول جروبس اول رومز اول يوزرز دي كلها فين جوه ايه جوه الجلوبال ادرس ليست طيب خد بالك في ساعات كده تلاقي ايه شركه بتهوست الاكشينج لكن بتهوست اكتر من شركه تحتيها يعني مثلا مثل صغير نفترض مثلا انت عندك مجموعه يعني ايه مجموعه دي يعني بتضم تحتيها اكتر من شركه يعني سي مثلا مجموعه مثلا منصور مجموعه منصور دي تحتيها شركه مثلا زي مانفود بتاعت ماكدونالدز مالبورو منتراك كريدي اجريكول ممكن اعمل للناس دي كلها اكشينج واحد فعلا طيب هيبقى في عندي مشكله ان الديفولت جلوبال ادرس ليست الليسته دي كبيره جدا فيها كل الناس بتوع الايه مجموعه طب انا لو عايز اعمل بريك داون يعني اعمل ليست للناس بتوع منتراك اعمل ليست للناس بتوع منفود اعمل ليست للناس بتوع مالبورو يبقى عشان بحس ايه لما اجي افتح كده واقدر ابعت الاقي هنا كده ليست مالبورو هنا ليست منفود هنا ليست اختار اللي انا عايزه اوكي
ايه بقى؟ بيقول لك الكاستم اد اسيست اوكي هي تيبيكالي بريك داون للجال انتو سمول ليست لايك اور كونتاكتس اور جروبس اور رومز اور يوزرز اند بابليك فولدرز. يبقى احنا اتعرفنا على تاني حاجة اللي هي الكاستم ادرس ليست، وباذن الله هنعملها عمل. طيب عندي اخر حاجة خالص، حاجة اسمها الاوفلاين ادرس بوك. ايه الفكرة؟ انا باي ديفولت وانا اونلاين مع الاكتشينج او يعني مع الاكتشينج كونكتد، ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجي اروح فاتح الادرس ليست وباعت ميل لسامر وباعت ميل فؤاد وحسن ومرسي والناس دي كلها اوكي، ده وانا ايه كونكتد طبعا عن طريق الايه الاوتلوك. طب تعالى معايا معلش، تعالى نفتح مكنه تانيه ويندوز 7، تعالى معايا بص كده على ويندوز 7 كلاينت. انا عملت لوجن بيوزر اسمه هيثم وفتحت الاوتلوك بتاعه لما اجي اقول له نيو ميل. خد بالك دي الادرس بوك اللي هي مين؟ الجلوبال ادرس ليست، فيها كل الناس. اجي اقول له هات لي بس الاول كونتاكتس، هات لي الاول رومز. واخد بالك هو كده بيعمل ايه؟ اروح بس معيش الاكتشينج، هو كده بيعرض لي الليست اللي هي already exist عنده by default في الاكتشينج. يبقى احنا كده اتكلمنا على الجلوبال ادرس ليست. طب ما تيجي نعمل كاستم ادرس ليست، بمعنى تعالى مثلا كده نروح للاكتف دايركتري مثلا، تعالى في الاكتشينج افتح الاكتف دايركتري، عندي هنا اويو اسمها تيست نفترض يعني، فيها ناس، فيها اكتر من نوع. ممكن انا مثلا اعمل ليست كاستم عشان دي. طيب هروح بص كده، او تعالى نعمل حاجه كده نحس ان احنا عملنا حاجه شيك، هعمل اويو اسمها سيلز وهجيب كام واحد من هنا مثلا منى وايمن وهاني واحمد مثلا الناس دي، واعمل لهم موف للسيلز او يو. طيب ممكن اجي هنا كده اعمل رايت كليك جوه من البوكس ادرس ليست، او ممكن اعمل هنا كده نيو ادرس ليست اقول له ايه سيلز ليست كونتينر على الروت، اقول له ايوه على الروت، وده الديسبلاي نيم اللي هو هيبان لي في ليست. سيلكت ذا ريسيبيانت كونتينر وير يو ونت تو ابلاي ذا فلتر، انت عايز ابلاي الفلتر ده على اني كونتينر في الاكتف دايركتري. ممكن اقول له ايه عايز ابلاي على مين؟ الناس كل اللي في الدومين؟ لا انا عايز ابلاي على الناس اللي فين؟ اللي في السيلز فقط لا غير. كل انواع الريسيبيانت اللي جواهم ايوه، سواء ميل يوزر ميل بوكس يوزر، سواء ميل يوزر، سواء ريسورس، سواء ميل كونتاكت، سواء جروب. لا انا عايز اختار ايه؟ ان هو يطبق على كل الريسيبيانت تايبس اللي ايه اللي جوه السيلز او يو ده. نيكست ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقول له اعمل لي كونديشن، الشرط اللي ايه لو اتحقق يبقى الناس دي اعضاء في الليسته دي، اللي هي ايه؟ لو في الكمبني اتريبيوت مكتوب مثلا اتش اس يبقى دول اعضاء في الجروب،
او لو الناس دي في الديبارتمنت اللي اسمها سيلز، الناس دي تبقى اعضاء فين؟ في الليسته دي انصو. واحنا طبعا ايه فاكرين لما احنا عملناها في الديناميك جروب، اوكي ممكن اقول له بريفيو جاب لي كل الناس كده مفيش اي كونديشن اترن خالص، يبقى دي معناها الناس اللي هم اعضاء في السيلز او الناس اللي هم موجودين في الاي اسمها السيلز بكل انواع الريسيبيانت اللي جوه السيلز ده، اوكي بدون اي كونديشن الناس دي كلها بريفيو كده هم دول اعضاء فين في الليسته. الليسته دي يحصل لها ابلاي حالا ولا كمان شويه عن سون؟ يحصل لها ابلاي immediately حالا. نيو كريت نيو ادس ليست اسمها كذا والريسيبيانت اللي هم جوه السيلز يعني بت انكلود اني ريسيبيانت كل انواع الريسيبيانت واسمهم والليست دي اسمها ايه سيلز ليست. طيب فينيش ظهر لي سيلز ليست، اعمل بس معلش ريفرش. اوكي بص عن طريق ال او هقول له نيو فوت ظهر لي هنا شو اذر ليست شايف ظهر لي ليست جديد اسمها سيلز ليست. طب تعالى نبص عن طريق الويندوز 7 هي لسه ما سمعتش، ممكن اعمل كده اهو برضو لسه ما سمعتش معلش انا هقفل الاوتلوك هقول له نيو لا هي ستيل في الاوتلوك لسه ما سمعتش. طيب معلش انا هقفله في الاوتلوك بعد كده هيس يعمل بس ابديت اقول له نيو ميل ادرس ليست لا حقيقي ابدا لو ما سمعتش الليسته دي. طيب معلش انا هعمل لوج اوف ان هي ملهاش دعوه لكن حاجه بس ايه نسرع الخطوه شويه سيرت اسف افتح الاوتلوك نيو ايميل ليست ظهر لي السيلز ليست هم دول الناس اللي اعضاء في الليست، يبقى هي دي اسمها الكاستم ليست. ممكن اعمل ليست تانية برضو للتجربة اروح للاكشينج اقول له انا عايز اعمل لسته جديده اسمها تيست ليست نيكست هتابلاي على اني كونتينر اقول له على تيست كونتينر او تيست او يو الفلتر بتاعها ايه بتنكلود كل انواع الريسيبيانت سواء من البوكس يوزر من اليوزر من الكونتاكت جروب كل انواع الريسيبيانت. اوكي بريفيو يجيب لي كل الانواع اقول له اوكي نيكست هتطبق ما يحصلهاش ابلاي ولا يحصل لها ابلاي immediately حالا ولا في الساعه الفلانيه ولو التاسك ده خد اكتر يعني وهي بيحصلهاش ابلاي التاسك ده خد يعني خد اكتر من كام ساعة يتلغي التاسك انا اقول له ايه apply immediately
نيو، هروح ابص في الاوتلوك، طبعا محتاجه شويه ريفرش في الاو، اسف، شو اذر ليست، شفت تيست ليست كل الناس. اوكي يبقى احنا كده جربنا الايه الكاستم ليست. يبقى انا ممكن اعمل بريك داون للجال، طبعا معلش بعد اذنك بص معايا في حاجه، انا ممكن اعملها بناء على اتريبيوت، يعني ممكن اقول هي باي ديفولت انا اعملها دلوقتي ايه اسمها تيست ليست نيكست، بيتطبق على الكونتينر اللي اسمه تيست وعلى كل ريسيبيانت اللي جوه التيست كونتينر، ومش هعملها كونديشن، ممكن لا اعملها كونديشن اقول الناس اللي هي جوه التيست اللي هي كل انواع الريسيبيانت اللي هم في الديبارتمنت في الاتريبيوت بتاعت الديبارتمنت الفاليو مكتوب سيلز، هم دول يبقوا ايه اعضاء، هم دول يبقوا ايه اعضاء. طب تعالى نجرب، روح على مين، على الاكتيف دايركتري جوه السيلز، محسن ده خليه في الديبارتمنت مكتوب سيلز، وهرجع تاني للاكتشينج، خدت بالك؟ اعيدها تاني معلش، انا قلت اعمل ادرس ليست بتطبق على الكونتينر اللي هو اسمه تيست، بتطبق على ايه جوه الكونتينر اللي اسمه تيست، على كل الريسيبيانت تايبس اللي جوه الاو يو اللي اسمها تيست. ايه الشرط؟ ان عشان يبقى عضو في الليسته دي لازم يكون في ديبارتمنت اتريبيوت مكتوب سيلز. عملت بريفيو الاقي محسن بس هو ده اللي عضو. اوكي فانا ممكن اعملها باكتر من طريقه. طيب تعالى بص معايا على الاوفلاين ادرس بوك، بص معايا على الاوفلاين ادرس بوك، بيقول لك ايه هو الاوفلاين، وانا شغال اونلاين يعني، وانا كده بص معايا كده، وانا كونكتد بالاكشينج، وانا كونكتد شايف انت تحت اهو، انا معلم على كونكتد تو مايكروسوفت اكشينج، انا اوريدي كونكتد. ايه اللي يحصل؟ ممكن اعمل كده اهو، افتح تو، هيفتح لي مين الجلوبال ادرس ليست والليست اللي انا ايه عاملها، هيفتح لي ايه، هيفتح لي الجلوبال ادرس ليست والحاجات الديفولت زائد الكاستم ليستس. طيب بص معايا، بص معايا كده هنا في الاكشينج على مستوى الميل بوكس على مستوى الاورجانيزيشن، هتلاقي تاب اسمها الاوفلاين ادرس بوك. بتقول لك ايه الاول الاوفلاين ادرس بوك دي؟ طبعا تعالى خش، او تعالى الاول نعرف، بيقول لك هي بيحصل لها جنريشن على اني سيرفر على الاي اكس 01، هو ده اللي عندنا، وهي دي الديفولت او بي، ما فيش غيرها، هي دي الحاليا الديفولت. طيب بتوزع ازاي للناس اللي هم كلاينتس زي الاوتلوك؟ عن طريق حاجه اسمها ويب بيست، عن طريق الاي اي اس او عن طريق البابليك فولدر لو هم كلاينتس قديمه شويه. طب تعالى رايت كليك ونقول له ايه بروبرتيز ونبص ايه فكره الاوفلاين. اوفلاين يعني انا اول ما اتفصل عن الاكتشينج ممكن اقدر افتح الادرس ليست اللي هي مصرحه ليا. طب يا عم ازاي، انا باي ديفولت، انا باي ديفولت وانس ان انا واصل بالاكتشينج اقدر اعمل ايه، اقدر افتح الادرس ليست واقدر اعمل كومبوز لاي مسج واقدر اسند المسج. طيب وانا مش كونكتد بالايه
بالاكسشينج بتاعي، الصح ان انا ما ينفعش ابقى ايه، ابقى اقدر افتح الايه الجلوبال ادرس ليست او اي ليست تانية. قال لك لا، لو انت عامل اوفلاين ادرس بوك، لو انت عامل اوفلاين ادرس بوك، فحالة اللي انت اوفلاين يعني مش كونكت بالاكسشينج اوفلاين، يبقى ايه اللي يحصل؟ ممكن تفتح الادرس ليست اللي هي انكلودد في الاوفلاين ادرس بوك. طيب بص معايا كده، انا عندي او اي بي اوفلاين ادرس بوك بيحصل لها جنريشن على السيرفر اللي هو اي اكس 01، وهي دي الديفولت او اي بي، عشان كده مكتوب قدامها ترو. وحصل لها موديفيكيشن امتى؟ وبيحصل لها ابديت كل يوم الساعة 5. طبعا دي كاستمايزبل، يعني انا ممكن ايه اعدل هي يحصل لها امتى ابديت كل يوم الساعة 5. ممكن انا لو انت خدت بالك وانا جاي اعمل رايت كليك، ممكن انا اعمل لها ايه ابديت عشان يحصل لها ابديت حالا، ابديت immediately. طيب نرجع تاني ونعمل ايه بروبرتيز. بص بقى الديفولت اوفلاين ادرس بوك ماشي بتنكلود ايه؟ الادرس ليست هي باي ديفولت جواها مين؟ الديفولت جلوبال ادرس ليست. يعني انت قصدك اول لما انا اتفصل عن الاكسشينج ما ينفعش افتح غير حاجه واحده بس؟ يقول لك ايوه، اللي هي ايه؟ الديفولت جلوبال ادرس ليست. ليه؟ عشان هي انكلودد جوه الايه؟ الاوفلاين ادرس بوك. هل ممكن اضيف ادرس ليست ثانيه انا عاملها؟ قال لك اه. زي مين؟ انا كنت عامل سيلز ليست، ممكن اضيف الايه التست ليست. دي معناها ان انا ايه، ان وانا اوفلاين، ان وانا اوفلاين ممكن اعمل ايه، اقدر اسيرش في اكتر من لسته، اولهم الديفولت جلوبال ادرس ليست، تانيهم السيلز ليست، ثالثهم التست ليست. طيب انا بقدر اوزع الاوفلاين ادرس بوك دي ازاي؟ قال لك عن طريق حاجتين، عن طريق الويب بيست الاي اس بتاعي، يعني في فيرتشوال دايركتوري على الاي اس ماشي اسمها الاو بي، الكلاينت باي ديفولت اول لما بيجي يكونكت على الاكسشينج بيرخبط في مين؟ بيرخبط، بص كده افتح معانا الاي اس، بص الاي اس 7 تحتيه هتلاقي سايتس، ده ديفولت ويب سايت. بص فيه ايه اللي بيحصل؟ الكلاينت اول لما يكونكت بالايه بالاكسشينج حلو بيرخبط في مين الاول؟ ده كاس سيرفر. الكاس سيرفر ده من ضمن البري ريكويست بتاعته ان هو يبقى عليه اي اي اس. ليه؟ الكلاينتس بيحتكوا بكل الفولدرز دي اللي على الكاس اللي على الاي اي اس، يعني لما بيجي يفتح الاوتلوك ويب اكسس بيخبط فين؟ في الاو دايركتوري. لما بيجي يفتح الاي سي بي بيخبط في الايه؟ في الاي سي بي دايركتوري. لما بيجي يستعمل الاوتو ديسكفر بتاع الاوتلوك 2007 او الاوتلوك 2010 بيخبط في الاوتلوك ديسكفر ده. اوكي؟ طبعا محبه لما بيجي يفتح الموبايل بتاعه وبيحب يعمل سينك مع الاكسشينج بيخبط في الايه؟ في ال virtual directory دي. يبقى باي ديفولت في حاجه اسمها او بي virtual directory ماشي، الكلاينت باي ديفولت بيهبط فيها، وهي دي الاكسشينج بيقدم عن طريقها الاو اي بي للناس. طب الناس اللي هم قديمه اللي هم اوتلوك 2003 في اقل، الناس دي لازم يبقى في public folder database، هي دي عن طريقها بقدر ابعت لهم الاوفلاين ادرس بوك عشان يقدروا يشتغلوا اوفلاين. طيب تعال نبص على ويندوز 7 كلاينت. الراجل ده حاليا اوكي زي ما قلنا اهو كونكتد. طيب انا هعمل ايه؟ هاجي على الكارت بتاعه واعمل له ايه ديسيبل. طبعا ده يوزر ملوش صلاحيه،
فانا دخلت بصلاحية الادمنستريتور والراجل ده بقى ديسيبل. بص علامة ايه؟ اكسكليميشن مارك على الاوت بيقول لك الراجل ده ديسكونكتد. معناه ايه ديسكونكتد؟ ان هو ما يقدرش يتعامل. طب بص نيو ادرس بوك، ايه ده؟ هو لسه شايف الادرس ليست؟ اه. طب شايف الجروبس؟ لا. شايف الليست؟ ايوه. ليه؟ الليسته دي اوف لاين ادرس بوك، هي الاوف لاين ادرس بوك بتانكلود بتانكلود ايه؟ الجلوبال ادرس ليست. طب تعالى كده على السيلز ليست، مفيش. اوكي اروح تاني للجلوبال ادرس ليست شايفها، يبقى انا ممكن وانا اوف لاين اقدر اعمل كرييشن لايه؟ لاي مسج. اوكي واحطها فين؟ في الدرافت بعد كده، بحيث لما تاني يوم الصبح اروح الشركه اعمل سند على طول تطلع المسج. هي دي فكره الاوفلاين ادرس بوك. هل انا ممكن اعمل اوفلاين ادرس بوك تانيه؟ قال لك اه، لكن عندك حاجه لازم تعملها. معلش انا هرجع بس اعمل الراجل ده انيبل. طبعا الراجل ده برضه ستيل يوزر. تعالى كده معايا على تشينج تاني. معلش ممكن انا اعمل بقى ايه؟ بص مثلا حاجه بس قبل ما اقول لك، تعالى على الداتابيز مانجمنت. الداتابيز اللي احنا عملناها لما اجي عليها كده اقول له بروبرتيز، في الكلاينت سيتنجز بيقول لك ادي للناس دي الاوفلاين ادرس بوك اللي هم يبصوا عليه. ادي الناس دي الاوفلاين ادرس بوك ان هم ايه؟ يبصوا عليه. انا طبعا بديهم الايه؟ الديفولت اوفلاين ادرس بوك. طب هل ينفع اعمل او اي بي ثانيه جديده؟ قال لك اه. طب تعالى كده على الاو اي بي قول له عايز اعمل نيو اوفلاين ادرس بوك وهسميها نيو او اي بي. طب انا هعملها جنريشن على اني ميل بوكس سيرفر؟ على EX01. حاجه ثانيه بس اشرح لك بسرعه كده، ده فيرجن 14.1 يبقى ده شامل الاس بي 1. لو قال لك 14.0 يبقى ده الاكشينج 2010 العادي ما فيهوش اس بي 1. يعني معلومه حلوه جايز تنفعنا يعني. بص باي ديفولت لما انا جيت عملت نيو او اي بي بيقول لك تحب اخلي الجلوبال ادرس ليست انكلود فيها باي ديفولت؟ ممكن اقول له لا، انا عايز اختار الليست براحتي اللي انا عايزها اللي هي السيلز ليست مثلا، وايه تاني؟ والتست ليست. الاثنين دول هم دول يبقوا ايه؟ في النيو او اي بي. اقول له نكست، وعايز اخليها للناس اللي هم ايه؟ اوتلوك 2007 او اعلى من كده. ليه؟ ان انا ممكن اديهم عن طريق الايه؟ الاو بي الاو اي بي فيرشوال دايركتري بتاعت الاي اس. لو كانوا اقل من 2007 حلو، يبقى انا بديهم عن طريق الايه؟ بابليك فولدر. ممكن اعمل الاثنين في حاله ان انا عندي ناس اوتلوك 2003 وناس اوتلوك 2007 او 10. اوكي انا حاليا ما عنديش ناس اقل من اوتلوك 2007، يبقى انا هديهم الاو اي بي. هي دي بالنسبه لي هتبقى الديستريبيوشن بوينت. انا هبدا ابعت لهم الاوفلاين ادرس بوك دي عندهم عشان هم يعملوا لها داونلود عن طريق الايه؟ الاي اس اللي هي الاو اي بي فيرتشوال دايركتري. اقول له نكست نيو. انا كده عملت نيو اوف لاين ادرس بوك، النيم بتاعها نيو او بي، على السيرفر اسمه اكس 1. اوكي وبتشمل على ايه؟ اني ادرس ليست، السيلز ليست وتست ليست. وهي بيحصل لها ديستريبيوشن عن طريق الفيرتشوال دايركتري اللي هي ويب بيست، يعني اللي هي او اي بي فيرتشوال دايركتري. اقول له فينش، يبقى انا كده عندي نيو او اي بي، لكن مش هي الديفولت.
ممكن اخليها سيت اس ديفولت لو انا عايز. اوكي ممكن اعمل لها ابديت كده، انا عملت لها ابديت. ممكن اعمل لها موف من سيرفر سيرفر لو عندي اكتر من سيرفر زي ما انا عايز. ماشي. طب في الحاله دي بقى انا عايز اعمل لها اساين على داتابيز معينه، اجي على داتابيز مانجمنت، اجي على الاوبريشن داتابيز، اقول له بروبرتيز كلاس سيتنجز، اختار مين النيو او بي. يبقى كده الناس اللي هي ليها ميل بوكسز على الداتابيز اللي اسمها اوبريشن داتابيز ايه اللي هيحصل لها؟ الناس دي اللي هم اشتغلوا اوف لاين هيظهر لهم ايه؟ النيو او بي، وهي دي الادرس ليست اللي هي جواها، هي دي اللي هتبقى ايه اكتف معاهم ويقدروا يختاروا منها الناس اند سو اون. طيب اخر حاجه قبل ما نعمل اند للحلقه دي، كده يبقى انا عملت الاوفلاين ادرس بوك. طيب لحد ما هو يعمل اوكي اهو، هل ينفع اعمل اساين ال او اي بي ده ليوزرز بس مش على مستوى الداتابيز؟ يقول لك ينفع. يعني طب بص، طبعا دي ما ينفعش الا ايه بالشيل فقط لا غير. ممكن اقول له جيت مثلا اليوزرز اللي هم في الاو يو اللي اسمها سيلز بايبلينج، ست الميل بوكس بتاعهم ان الاوفلاين ادرس بوك بتاعتهم تبقى ايه؟ النيو او اي بي، نيو او اي بي، واقول له اوكي. هو كده هيعمل ايه؟ كده هيجيب اليوزرز اللي في الاو يو اللي اسمها سيلز ويخليهم الناس دي ليهم اوفلاين ادرس بوك اللي انا قلت عليها اللي هي النيو او اي بي. طبعا فيها مشكله سيلز احمد ايزنت ايميل بوكس يوزر، في عندي اكتر من شخص والناس دي مش ميل بوكس يوزر، ممكن يبقوا ميل كونتاكت. دي عشان تتعمل لازم تترن على ميل بوكس يوزر. اوكي طب تعالى كده نحاول نسهل الدنيا. ميل بوكس يوزر، تعالى مثلا على مروه دي مثلا، هنحاول برضو كلير. تعالى جيت ميل بوكس ايدنتي مروه، اوكي سيت ميل بوكس الاوفلاين ادرس بوك بتاعها نيو او اي بي انتر. مظبوط، يبقى كده اشتغلت صح على مروه. عشان لما انا عملت لها هنا الاول رن على كل الناس اللي هما في التست، اتضح لي ايه؟ ان في التست، بص معايا كده، انواع كتير. حلو، في ناس منها دايناميك، ناس اكويبمنت، ناس رومز، ناس من اليوزر، ناس من الكونتاكت، ودي ما تعملش الا على اليوزرز فقط لا غير. فهو طبقها على الناس اليوزرز وجي على الناس اللي هم كونتاكت معرفش اند سو اون. نفس القصه للسيلز اند سو اون. اوكي طيب، يبقى احنا كده مروه دي لما تيجي تعمل مثلا تخش تعالى كده نتفرج. طبعا هي يعني بس عايزه لها وقت عشان يحصل لها ابديت. تعالى كده نعمل لها ابديت، هي بتاخد لها بس حبه وقت بسيط. تعالى على الاو اي بي اقول له ابديت. انا عملت النيو او بي ده على مروه، تعال اعمل لوجن بمروه دي.
سويتش يوزر طبعا مروه طبعا احنا يعني بنحاول نجرب كل العملي ده طبعا هيدينا خبره حلوه وانت طبعا جرب معايا بلاش ايه تاخد كل حاجه على الجاهز كل حاجه انا بعملها انت ممكن تعملها وتطور فيها كمان وتعمل لابس انا مش بعملها عشان بس الوقت هفتح الاوتلوك انا عندي هنا الاوتلوك 2010 بيقول لي عايز تعمل كونفيجر طبعا كل الكلام ده هشرحه بص هو لوحده شاف ان دي حاجه اسمها اوتو ديسكفر ان هو عرف ان انا بعمل لوجن بيوزر اسمه مروه وليها ميل بوكس اسمه كذا انسون وبدا يسيرش وبدا يعمل اوتو كونفيجريشن لنفسه طبعا عندي هنا مشكله سيرتيفيكت هنحلها مع بعض باذن الله ونبص عليها عشان ما يظهرش الايرور ده كل مره اوكي مروه دي طبعا عندك حاجات قديمه ميلز قديمه كانت جايه لها نيو مش اعمل بس ابديتس دي كلها كونفجريشن بص ادرس بوك السيلز موجودة والتست موجودة الناس كلها موجودة طيب معلش لو انا عملت اوفلاين نتورك عن شيرنج انا مش شايفه حقيقي اعملها ديزيبل طبعا هي يوزر طبعا بقى ديسيبل الاوتلوك زي ما انت شايف كده اوكي بقى ديسكونكتد نيو اكبر شويه عشان اشوف بص مش باين السيلز هو بس عايز له وقت ان هو يفترض ان انا لما اجي اعمل سيلز هيبان لي هنا اهو لكن لسه طبعا ايه ما عملش ابديت وهنا والايه والادرس والتست ليست هيبانوا لي هنا اهو لكن انا مش عامل انكلود للجال ضمن الايه النيو او اي بي اوكي يبقى احنا كده خلصنا الثلاث انواع بتاع الادرس ليست اللي هي الجلوبال ادرس ليست والكاستم ادرس ليست والاوفلاين ادرس بوك وشكرا